الجوار، لأن احنا قلنا إن الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ليه؟ يقول لك ولذلك اختر الجار قبل الدار. نعم. اختر الجار قبل الدار. ذلك يقصون حكاية عن واحد اسمه أبو دولف. نعم. أبو دولف كان رجل كريم وكان واسع العطاء، وكان لا يرد قاصدا أبدا، حتى ضرب به المثل إنما الدنيا أبو دولف فإذا ولت الدنيا على أثره. كان له جار له قطعة من البيت صغيرة كده في إحدى دعوه. فالجار اعتذر في يوم من الأيام وأراد أن يبيع الدار، فلما قال وما ثمن ذلك يا هذا؟ قال ثمن داري 100 دينار ولكن جوارها لأبي دولف 1000 دينار. فبلغ أبو دولف هذا الكلام. نعم. فقال إن رجلا قدر جوارنا 10 أمثال داره. نعم. لجدير أن لا يفرط فيه، يعطوه 100 خمان داره و1000 تبع جوارنا وأبقوه جارا لنا. الله. نعم. الله.